بالنسبه للتعديلات اللي حصلت في قانون المحاماه كانت ضروريه، وكانت ترجمه للنصوص الدستوريه اصلا اللي اتحطت في الدستور المعدل الاخير، لان دي ترجمه ليها وهي كلها في صالح المحامين، بحصانه للمحامين اثناء تاديه اعمالهم، حصانه ليهم في شغلهم قدام النيابات وقدام اقسام الشرطه وفي كل الجهات، تشتمل على تعديل في الانتخابات وتمثيل الدوائر الى الافضل، وجعل الدوائر غير كانت الاول جزر متفرقه، دلوقتي بقت الدوائر كلها تجتمع، فده انا شايفه انه تعديل الى الافضل، وبنطلب طبعا المزيد من التعديلات ومزيد من الاجراءات اللي فيها. المحاماه نفسها هي صاحبه القانون، هم الشغالين بالقانون، فهم اكتر ناس مستفيدين بتعديل القانون، وكل التعديلات جت كلها في صالح المحامين وصالح مهنه المحاماه. شروط القيد والشروط اصبحت في يد مجلس النقابه، وهو الوحيد الذي يستطيع ان يقوم على هذه التعديلات وان يحط الشروط الواجبه للمحاماه للرقي بالمحاماه ولعدد وضبط عدد المحامين. واحنا يعني جايين كلنا مؤيدين لهذه التعديلات باذن الله.